لاحظنا مثلا فتح الطرقات في تعز، هاي شغلة كثير مهمة ولكن ليست كافية. يعني الذي تمكن من تحقيق هذا الإنجاز المهم بالنسبة لليمنيين ومهم بالنسبة لأهل تعز وطال يعني انتظاره، هذه خطوة مهمة. لماذا يمكن فتح طرقات تعز ولا يمكن فتح الطرقات في تعز ولا يمكن فتح الطرقات بين الأطراف السياسية، طالما أنه ما كان ممكن فتح طرقات بتعز بدون مساومة على الأقل خارج المشهد يعني بالكواليس؟ طالما أمكن ذلك على الأرض، يمكن أيضا شيء مشابه وربما له قيمة أكبر على صعيد حل الأزمة والبحث على الأقل في حل الأزمة. إذا انتظرنا، إذا كنتم تريدون انتظار الأمم المتحدة لكي تحل المشكلة في اليمن، فالانتظار سيطول. لم تحل الأمم المتحدة مشكلة في أي مكان بالعالم. الأمم المتحدة قد تبارك اتفاق، ولكن لا يمكن أن تصنع اتفاق. انظر إلى كل الأزمات التي اشتركت فيها الأمم المتحدة أورعتها الأمم المتحدة بمبعوثيها عندكم في اليمن كم مبعوث صار جاي ورايح وما قدم 10 سنتيمتر في حل الأزمة اليمنية. إذا لا ليس مجديا انتظار لا الأمم المتحدة ولا غيرها. لابد من جرأة يمنية للبحث عن تراكم مساومات صغيرة. فتح الطرق بتعز ممتاز، تعمل مبادرات بالاتجاه نفسه ولكن على الصعيد السياسي، وهذه التراكمات تفرض نفسها في نهاية المطاف وتخرج بحل الأزمة اليمنية. هذا إذا اتفقنا أولا وأخيرا على أنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية بالعنف، لا يمكن حل الأزمة اليمنية بغلب طرف على طرف، لا يمكن حل الأزمة اليمنية بالاستسلام للأطراف الخارجية أو بالعمل مع الأطراف الخارجية وكأننا يعني لا نملك إرادة ولا نملك آراء. كل ذلك يجب أن يجتمع للوصول إلى مساومة. هذه المساومة قد تفرض على الأطراف الخارجية وقد تتساوق مع مع رغبة الأطراف الخارجية في خلق بيئة يمنية آمنة ومسالمة. وأظن أنا شخصيا بأنه ربما للمملكة العربية السعودية الآن دور أساسي في اليمن، لأنه الاتفاق الذي تم بين إيران والمملكة العربية السعودية أعطى المملكة العربية السعودية ما تظن أنه حقها في ما بدأته عبر المبادرة الخليجية، وأنه يجب العودة إلى المبادرة الخليجية على الأقل. الإيرانيين إذا رجع الوضع اليمني إلى المبادرة الخليجية على الأقل الإيرانيين ما عندهم ما يقولونه في هذا المجال. وأعتقد أنه حتى أنصار الله خرجوا إلى السلطة في اليمن من المبادرة الخليجية، وبالتالي من الربيع العربي المبادرة الخليجية، وبالتالي ربما السعودية تستطيع في هذا الوقت أن تلعب دور، لكن دور مختلف عن الفترة التي سبقت عاصفة الحزم، والمساعدة في حل الأزمة اليمنية كما تم حل الأزمة كما عند نهاية الصراع بين الملكيين والجمهوريين.